وهنا بيجي حجم الحصوة. ليش بنلاقي أحجام صغيرة وأحجام متوسطة وأحجام كبيرة؟ شفتوا ليه؟ وما تسألوا خميرة طبيعية وخميرة اصطناعية وخميرة أنا بعملها في البيت وخميرة أنا ضمنها وخميرة. الخميرة خميرة، تحديدا قصة البقدونس، هذه مغلي البقدونس، هذه مشكلة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين مع لقاء جديد وسؤال جديد من المتابعين. يقول السؤال: دكتور، عانيت من حصوات الكلى أكثر من مرة، وسمعت أن حصوات الكلى لها أكثر من نوع، وخاصة حصى الكالسيوم وحصى اليوريك وأنواع أخرى، هل يمكن أن تشرح لنا الفرق بين هذه الحصوات وكيف تتشكل وكيف يمكن التخلص منها وبارك الله فيك؟ يعني جميل هو أن نعرف الشيء، والأجمل طبعا أن يعني كمصاب أو كمريض لا أريد أن يدخل في متاهات هذا كيف يتكون وهذا كيف يعمل وهذا كيف. عليه أن يعرف يعني كيف أتدبر الأمور، كيف أمنع حدوث هذا الشيء، ولكن سوف نجيب إن شاء الله على هذه التساؤلات. كما تفضل السائل، هناك فعلا نوعين مشهورين جدا، هما موضوع الحصوات الكالسيوم اللي هي نتيجة الترسبات في ملح الكالسيوم الأوكساليت أو ممكن تكون كربونات، وهذه قد تكون نتيجة لخلل تغذوي. هذا اللي أردت أن أعزز المعلومة هنا، الأسباب اللي أدت لهذا النوع أكثر ما أعرف ما هو النوع. في هذا النوع تحديدا من حصوات الكالسيوم بيكون عندنا إفراط في مصادر الفيتامين سي، سواء كانت مصادرها الطبيعية أو مصادرها كمكملات تحديدا. فكثير من الناس يعني يعتقد أنه طالما الفيتامين سي ممتاز للمناعة وأمور هذه كلها، خلاص أنا كل يوم بدي يعني أشرب كميات من مثلا عصير البقدونس. طيب ما هو عصير البقدونس غني بالفيتامين سي، ولما تفرط في استخدام عصير البقدونس يصير في عنا إفراط، حيصير في عنا ترسبات لملح الكالسيوم، وحيتكون لك أوكساليت وحيتكون حصاوي. شو استفدنا؟ وعلى ذكر البقدونس، للأسف الشديد لليوم نسمع هناك ناس بيعملوا مغلي البقدونس. البقدونس لا يغلى يا جماعة الخير، وإذا غلينا البقدونس هو مسبب لحصاوة بيتكلم عنها أخونا السائل، فهذا مسبب آخر. ليش؟ لأنه البقدونس في غني أساسا بالأوكساليت وقلنا الفيتامين سي، فتشوفوا جاية له الضربة من جهتين. لما يغلي هو ركز الأوكساليت فبيشرب أوكساليت، وأخذ الفيتامين سي لأنه قلنا بيدوب في المية، وهذا بيغلي في المية معناته استخرج الفيتامين سي، وبروح من كثر ما هو بيشرب مغلي البقدونس صار عندي تركيز أكثر في الفيتامين سي، إذن إذابة لا أملاح الكالسيوم وتركيز من ناحية أخرى للأوكسالات، غير أنه أملاح الكالسيوم راح تكون لي كمان أوكسالات، فتشوفوا كمية الأوكسالات اللي حتصير، فالحصاوة حتكون صعبة خالص. وهنا بيجي حجم الحصوة. ليش بنلاقي أحجام صغيرة وأحجام متوسطة وأحجام كبيرة؟ شفتوا ليش؟ يعني من سلوكنا الخاطئ، من عدم فهمنا للموضوع. فهذه هي قصة النوع الأول. النوع الثاني اللي تفضل فيه السائل هو اليوريك، وهذا من اليوريك أسل. حمض اليوريك هذا يعني أنا بسميه الأخطبوط. ليش؟ لأنه هذا بيأثر على الكلى وبيأثر على العظام
احنا بنعرف بس قصة العظام انه بنسميه النقرس، تمام، وبيأثر على الضغط وبيأثر على السكر. شوفوا كم محور على 4 محاور. فدائما نحرص على ان اليوريك اسيد هذا، حمض اليوريك، يجب ان يكون في ادنى مستوياته. ايش يعني ادنى مستوياته؟ يعني ما يزيد عن 3.5. خلينا دائما في الامان، لانه اذا طلع عن 4 هذا مؤشر، وصل 5 خلاص هذا عالي. هذا قصة 7 عفى عليها الزمن. اليوم لا يزيد عن 5 للرجال ولا يزيد عن 5.5 للنساء. فمش معقول يعني 4.5 يكون كويس، هذا مؤشر، بقول لك انت يعني يومين وتوصل 5، صح؟ الان قصة مصادر، هو ليش ارتفع اليوريك أسيد؟ هذه نقطة كثير مهمة. الأسباب التي أدت لارتفاع اليوريك أسيد، هل تناولنا للحوم؟ لا طبعا، تناولنا للخميرة. إيش يعني خميرة؟ يعني خبز. وما تسأله خميرة طبيعية وخميرة اصطناعية وخميرة أنا بعملها في البيت وخميرة أنا ضمنها وخميرة، الخميرة خميرة خلاص، قولا واحدا، تمام. وبالتالي استهلاكنا للخمائر هذه بيرفع من مين؟ من نسبة اليوريك أسيد. فالخميرة وين موجودة؟ موجودة بالخبز، موجودة بالمعجنات، موجودة بالكيك، كل هذا فيه إيش؟ فيه خمائر. ولما نقول معجنات طبعا سواء ما صغر منها أو كبر، والمسميات كثيرة، من الباستا، المعكرونات والأمور هذه، لما نصل إلى يعني أصناف عديدة من المعجنة. رقم 2 من مصادر أو أسباب اللي بتخلي اليوريك أسيد يطلع يعني الأسماك. الأسماك مفيدة جدا للعظام، الأسماك مفيدة جدا لمرضى السكر، الأسماك مفيدة جدا لمرضى الضغط. الأسماك نتكلم بها الشعر من الفوائد، ولكن عند مريض اللي عنده نسبة اليوريك أسيد عالية ممنوع، لأنها ترفع اليوريك أسيد، فهو مستثنى. الأعضاء كذلك، الكبد، الطحل، الكرشة، كل هذا ممنوع لمرض اللي عنده إيش؟ يوريك أسيد عالي. طبعا لو تناولنا هذه الأمور ستزيد نسبة اليوريك أسيد، وبالتالي تزيد إمكانية حدوث أو تكوين الحصاوي، تمام. وأيضا سأل السائل إذا كان هناك أنواع أخرى من الحصاوي. نعم، هناك أنواع أخرى كثيرة. في نوع يسمى الستروفيت مثلا، هذا يمكن النساء يصابوا فيه الأكثر، وتكون الحصاوي يعني كبيرة الحجم، وقد يلجأ للتفتيت أو عملية جراحية هنا يعني التخلص من هذه الحصاوي. وكما ذكرت في البداية، لا يهمني كم نوع وإيش الأسماء، وهذا لا ننزعج كثيرا بهذا الموضوع. يجب أن نعرف معلومة بسيطة، وهي عدم الإسراف في كل شيء. الإفراط من الشيء ضار مهما كان مفيد. شيء ثاني بدي أعرفه، أنه لازم أشرب مية. بتكوش حصاوي، اشربوا مية. رقم 3، الابتعاد عن الأخطاء الشائعة، تحديدا قصة البقدونس هذه، مغلي البقدونس هذه مشكلة كبيرة. البقدونس إما يؤكل أو عصير فقط، أما غلي لا، تمام. هذه الأمور تبعدنا. كيفية التخلص من هذه الحصاوي ذكرنا في مناسبات عديدة هذا الشأن، وأقوله باختصار، إذا كانت الحصوة أقل حجما من 1.5 سنتي أو ما يقارب 15 ملليمتر، هنا تكون في إمكانية للتخلص منها طبيعيا. أعطينا وصفات كثيرة مثل الخلة البلدية مع رجل الحمام،
أعطينا زيت الزيتون مع الليمون وخلطهم مع بعض بشكل قوي بالخلاط مثلا أو البلندر، وشربها مساء قبل النوم. هذه يعني الوصفات ممتازة جدا لإيش؟ للتخلص من هذه الحصوات. ولكن وهذه نقطة مهمة جدا، قبل اللجوء لهذه الوصفات يجب إيش؟ التأكد من الحجم والتأكد من الشكل. هناك بعض حصوات لها يعني زي رؤوس مدببة، فهي تعمل عملية جرح للمجرى، وهذا ممكن طبعا نعرفه من خلال صورة الألتراساوند ووجود دوما دم في البول. تمام؟ إذن يجب الحرص قبل اللجوء لهذه الأمور. أما إذا كانت أكثر من 1.5 سنتيمتر فهذا طبعا هناك أساليب عديدة، هناك التفتيت، تفتت إلى كميات أصغر وبعد ذلك تطبيق الوصفات، أو يضطر هنا المعالج إلى العملية الجراحية. كما ذكرت هناك بعض حصوات كبيرة لا تفتت، تمام، أو تفتيتها يعني يؤدي لمشاكل أو يأخذ فترة طويلة، يعني هذا ما يرتعيه طبعا بعد الصورة التي تعمل في هذا الشأن. هذه إجابة للسائل، وإن شاء الله نكون قد يعني وفينا في هذه الإجابة. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.